أقامت حركة إعلاميون من أجل مصر بالتعاون مع نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين مؤتمراً لتكريم الإعلاميين والبرامج الأفضل لعام 2017، إشادة منهم بالأداء المهني والاحترافي للمكرمين. في أسس معينة بنختار على أساسها المكرمين عشان يبقوا أفضل. الإعلاميين الأفضل الموجودين هم فعلاً تم اختيارهم بأسس حطناها منها نسب المشاهدة، منها رد فعل الجمهور، منها نسبة المشاهدة على اليوتيوب، منها الأسلوب الإعلامي المستخدم عند الإعلاميين. كرمت الحركة للعام الثالث على التوالي الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد كأفضل مقدمة برامج اجتماعية ودينية لعام 2017. أرحب دائما بأي عمل ينتهي بتكريم من يستحق من الإعلاميين، ونقول لهم متشكرين على الأداء المهني. التكريم ده بعتبره رسالة مهمة جدا للدعم وللشحن المعنوي طول الوقت. لما تلقيت الدعوة الكريمة من حركة إعلاميون من أجل مصر إن برنامج كلام تاني تم يعني حصوله على جائزة أفضل برنامج في 2017، كنت سعيدة جدا. والحقيقة أنا بهدي هذا التكريم لكل فريق العمل، فريق عمل كلام تاني، لأن بالتأكيد أي نجاح إحنا بنعمله بيبقى نتيجة جد اجتهاد من فريق كامل من العمل. التكريم بالنسبة لنا بيمثل لنا كتير، بتبقى بنهاية موسم بتحس إن أنت يعني عملت موسم جيد زي لعبت كورة كده، فالحقيقة بتبقى بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، والتكريم ده حاجة الحقيقة بنتشرف بيها دايما. فكرة التكريم من هذه المجموعة دي حاجة يعني مشرفة جدا لينا، لأنه الصحفي في النهاية بيستمد معلومته من الجمهور، زي ما احنا في الإعلام بنستمد معلوماتنا أو مش معلوماتنا، بنستمد اللي احنا بنقدمه، الرغبة في اللي احنا نقدمه من الجمهور نفسه، من المواطن نفسه. واحد من أهم الأسلحة اللي المصريين مستنيين إنها تفعل في الفترة اللي جاية هو سلاح الإعلام، علشان نقدر ننجح وننتصر في معركتنا الداخلية في البناء ومعركتنا الخارجية كمان في التصدي للهجمة الشرسة من السياسات العدائية والمغلوطة اللي بيجيلنا من الخارج. فأنا يعني ممتن جدا لهذا التكريم وشاكر، لكن مقدر كمان حجم المسؤولية المطلوبة مننا. حقيقة أنا سعيدة جدا بتكريمنا النهاردة وتكريم برنامج وبكرة أحلى أفضل برنامج ديني اجتماعي ل 2017، وإحنا بنودع 2017 وبادئين على سنة 2018. يا رب يجعل أيامكم كلها حلوة، مش بكرة بس ولا بعده، وتكون سننا وأيامنا كلها أحلى من بعضها. الحقيقة الجايزة النهاردة هي من نقابة الصحفيين وحركة إعلاميين من أجل مصر، والجايزة لما بتيجي من يعني أهل ثقة والناس يقدروا أن هم ينقضوا ويقدروا أن هم يقولوا الأعمال المميزة فعلا، بيبقى الحقيقة مسؤولية كبيرة جدا. سعيدا وبرنامج وبكرة أحلى خدنا أفضل برنامج ديني اجتماعي السنة دي على شاشة التلفزيون النهار، شرف كبير جدا ليا، وأنا سعيدة وفخورة جدا على شبكة تلفزيون النهار. يا رب كل السنين الجاية يبقى جوائز أكتر وأحلى، وبفضل حبكم وتشجيعكم لينا مشاهديني ووقوفكم جنبنا، يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. أنا الحقيقة بهدي الجائزة النهاردة بجد لفريق برنامجي، فريق إعداد برنامجي، وكل الكاست اللي شغال في البرنامج من أكبر حد لأصغر حد، وأكيد لكل القائمين على شبكة تلفزيون النهار. كل سنة وحضراتكم بألف خير.